على خير البنات، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. المهم البنات، هنايا بغيت ندير واحد الماسك ديال النيله لوجهي. كيشو قبل من هاد السطوريات حطيت لكم ديجا النيله والمنافع ديالها. دابا انا غادي نديرها. نورمالمون النيله ديما كتخلط بماء ورد، ولا تخلطوها بالماء اللي بغيتوه، لان هي كتجي على شكل بودغ كي كتشوفوا هكا نتوما كتخلطوها. بالنسبه للنيله راه اللون ديالها اللي كتكون اصليه وطبيعيه 100%، ما كتكونش زرقاء زرقاء، كتكون اللون ديالها شويه مشهبب، يعني زرق بحال بلوسيال شويه. اما اللي كتكون زرقاء بزاف راه كيزيدوا فيها اللون بزاف، ما كتبان النيله زرقاء، ولكن هي الاصلي ديالها راه ما كيكونش زرق، كيكون شويه بلوسيال. دابا غادي ندير واحد الماسك باش نجربها معكم، حيت هي زوينه بزاف للبشره وطبيعيه، وكل ما هو طبيعي كيكون زوين. قلت لكم ما عنديش ماء ورد، غادي نخلطها غير بشويه ديال الماء، وكاين اللي كيزيد فيها حتى دانون مسوس، معلقه ديال دانون مسوس، حتى هو زوين، حتى هو كيبيض البشره. وصافي، وهانتوما معايا حتى ندير لو ماسك باش تشوفوا الطريقه ديالو. المهم البنات، هنا جبت زليفه، جبت هذه اللي غادي ندهن بها الماسك، ومعلقه من الاحسن تكون دميكه ولا الخشب، ما تكونش ديال الحديد، باش نصوبوا الماسك ديالنا. غادي ناخذ واحد جوج معلقات بحال هكا، ولا هي معلقه ونص لان الوجه صغير، وانا وجهي صغير عاد صغر. هي كدار حتى للذات، بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم ما محتش اللون ديالها، راه كدار حتى للذات كامله، يعني ماشي غير الوجه. وغادي نخلطها بشويه ديال الماء. تسولي لنا بحال شي كريم. المهم البنات، هانتوما انا غني درت هذا بدنت وجهي كله حتى العنق ديالي. كنت كنسجل ستوريات وقيله طارو من عرفت ما المهم مشاو. غادي نجي نوريكم النتيجه سون فلتر سون تلعبه، يلا خليكم معايا. دهنتها كامله الوجه، ما عرفتش فين بقيت واقفه. المهم غادي نخليها نص ساعه ديال المقله، ومن بعد غنغسل هذيك الكميه اللي درت، راه دارت لي العنق ديالي ودارت لي الوجه ديالي، وغادي نخليها كيقول لكم نص ساعه بالضبط، ومن بعد غادي نغسلها. وغادي البنات، لقيت لي ستوري اللي كنت كنسجل كلهم طارو. المهم مني خلطتها ولات بحال شي كريم ودهنتها. دابا غادي تبدا تيبس، كتولي هي قاصحه ملي كتيبس، ومن بعد صافي غادي نغسلها من بعد نص ساعه ديال المقله. المهم انتما معايا حتى نوريكم النتيجه، ونولي نعاودها مره اخرى هذا الفيديو، لان طارو هذوك لي ستوريات اللي كنت كنشرح فيهم تيبسات. In a text, so you know what's coming next, and you better come correct, cause you know the best. Kitty purr, make that kitty purr. المهم البنات، راه ولات يابسه بحال التان، كتولي هنا مازال ما يبساتش. المهم خليتها نص ساعه بالضبط، انا نغسلها. غادي نمسحها دابا. شوفوا كي ولا وجهي احمر. ملي كديروا شي ماسك ويرجع لكم الوجه ديالكم احمر، عرفوا انه يعني تفاعل مع البشره وعطى النتيجه ديالو. المهم غادي نحيدها كلها ونرجع لكم البنات. رجعت لكم. المهم بالنسبه للماسك، راه دابا غسلته وكلشي، صراحه كينقي من داكشي. كتلاحظوا كتكون عندنا هنايا ملي كديروا هكا بحال الحبيبات، انا هما اللي عندي زعما في وجهي شي مشكله، هما هادو كيكونوا. مي دابا بحال زرق، كيولي بحال زرق بالشمس، يعني كيحيد داك اللون. كي زوينه بزاف، انا اول دابا استعمال. هي خصها ديروها جوج المرات في السيمانه ولا مره في السيمانه على الاقل، كماسك عادي بحال الماسك العاديين. بالنسبه للذات تخليوها نص ساعه، ربع نص ساعه ولا اكثر، ماشي مشكل. الوجه خليوها من 10 دقائق حتى ربع ساعه، ماشي نص ساعه. انا راه درتها بزاف بقات في وجهي، ملي سولت السيده قالت لي لا. صافي درت لكم هاد ستوري بلا فلتر بلا حتى شي حاجه، باش تشوفوا
البشره يعني كي كتخرج نقيه قياس. شوفوها كي كتبري هنايا، شوف البريو والنويف يعني تنقات مزيان. ايوا صافي هادشي اللي كاين.